مرحبا بي ماي جيست، بيطل عليكم لليوم بحلقه جديده، واليوم ضيفنا ديزاينر جان شارل زكريا. اهلا وسهلا فيك جان شارل. كيفك رنا؟ ماشي الحال. رح نحكي معك عن اخر صيحات الموضه، رح نحكي عن كولكشن الجديده اللي عم تحضرها، ونحكي عن برايد 2017 لانه بعرف انه بلشت تشتغل كثير لاعراس كبيره ومش بس للعروس، لكل العائله. بدايه خبرنا شو الموضه وعلى شو متجهين بالصيف؟ هيدي السنة الصيفية عم تاخد مجراها مزبوط مثل ما بيقولوا. الألوان اللي كانت معتمدة بالصيف، كل صيفية معرف انه الألوان الفرحة هي اللي بتدرج، السنة الماضية كانت شوي العكس، يعني كانت الألوان الأروق هي الدارجة بالصيف. هالسنة لا، رجعنا لنشوف الأزرق، الأخضر، الأحمر، الأصفر، الألوان القوية يعني. مزبوط، يعني الألوان الفرحة إذا بدك اللي هي معتمدة انه تكون موجودة بالصيف. وبلس انه كل شيء بلمع، كل شيء فيه شك وفيه شوارفسكي وفيه لمعة، هو شيء كثير رجع درج. نعرف مرقت فترة كان كتير دايج الأشياء السيمبل والمات واللي معمولة بس من القماش، سو هلا أرجعنا على مودة الشك ومودة التقل بالدراس. حلو. فهيدول القصص كلها هلا دايجة ورح تشوفوها أكيد بالكولكشن. جان شارل، قد إيه في فرق يعني، وقد إيه الست بتتقبل من شيء كتير سامبل كتير كلاسيك لشيء كتير رجعنا للأوفر؟ مزبوط. هلأ ليك، السيدة هي عادة يلي ملاحقة للموضة بتتأقلم مع كل الأجواء، لأنه هي كل اللي بهمها أنه تكون up to fashion، يعني كل شيء ترند تكون هي عم تعمله. الست يلي هي بتعتقد أنه أنا هاي الموضة ما بتلبق لي، لو شو ما تقلبت يعني الموضة ورا موضة ورا موضة رح تضل هي بذات الترند يلي بتحسها لابقى لنفسها. سو هي فرد شغلة أو أمرار السيدة بتتمسك بمودة معينة وبتعتبر انه ما في غيرها بيلبق لها، وقد ما تغيرت القصص بتضل هي معلقة فيها. وفي السيدة التانية اللي هي شو ما صار، شو ما تغيرت، شو ما تقلبت، شو ما درج، شو ما بطل دارج، هي ماشية مع المودة لأن هدفها تضل up to fashion. حلو. شو رح نشوف بالكولكشن الجديدة؟ رح نشوف ان الله راد 10 فساتين وفستان عرس. العشر فساتين بمجملهم هن الوان اللي قلت لك عنهم يلي هي هن دارجين هلا، الفير، الفير الامرود، التوركواز، البلو، الروج، المزبوط. واكيد ما بدنا ننسى الابيض والاسود، لانه الابيض هو لون كثير دارج السنه غير فستان العروس. كمان حلو. واكيد فستان العروس يلي هو كثير جرانديوز السنه. حلو حلو. وبلشت جان شارل يعني بحجوزات للعرايس، بلشنا للام العروس والشبينه والعائله، ببلشوا من كثير قبل بوقت. مزبوط. في كتير اعراس السنه، والحلو انه يعني كل عروس، ما بعرف اذا عند الكل او بس اللي بتجي لعندي، يا انا عم بقدر اقنعها او هي ما بعرف شو بيصير لها بس توصل، لانه بتكون حتى براسها بدها شغله. سو انا بس اطلع فيها بشوف انه لا، هذيك الشغله بتلبق لها، ان كان بفتحه الفستان، بنوع الشاك، باللون، بالطرحه، بكل هالقصص. سو بحسها دغري عم تقلق، لانه النظره يلي انت عندك اياها نحن ما عندنا اياها ككاستمرز. عم بحكي مزبوط. يعني اليوم مش هيك، انا بسالك اوقات بستشيرك كثير باشياء انا بكون عندي اياها، لانه النظره يلي انت عندك اياها يعني عم تعطيها بتجرد، عم تعطيها اذا بدك بهيك جو ديزاينر يعني. اليوم مزبوط. مش عم تحكي مع شخص هيك عم تاخذ رايه انه حيلا شخص، بالعكس عم نحكي مع ديزاينر، عم نحكي مع حدا عنده ذوق بالاشياء. مزبوط. وخاصه عنده هالنظره، خاصه when it comes to outfits. يعني على طول بدك حدا بعيد عنك يعطي رأيه صح، ويكون ذوقه كتير مختلف عن ذوقك، لتشوفي عن جد اذا التيست وصل عند العالم صح، او مبينه عن جد بلوك ما لازم. صح 100%. العروس شو رح يكون فستان؟ خبرنا شوي اكثر. انا ما بظهر عن الابيض، مع انه بنعرف انه في كثير ديزاينرز جربوا يعني يعملوا الجراج او الجولد والفضه، هدول انا بعملهم كاستم ميد، يعني بس الزبونه يكون هي طلبه I don't mind. بس انا بالكولكشن ما بحب اظهر من فكره انه العروس فستانه ابيض. يعني انا هيدي اذا بدك عاده بحبها، يعني متمسك فيها. سو اكيد لدرس ابيض. فتحه الدراس هي كثير رويال، يعني اكبر من اللي كانت السنه الماضيه اذا الناس فايقه. والحلو بهذا الدراس انه مشكوك كله، بس منه اوفر، يعني ما بتطلعي فيه بيزعجي، ما بيزعج العين الشكل اللي فيه، لانه كثير ناعم بذات الوقت، فيه لمعه كثير حلوه. يعني اتس فيري ديسنت وفيري، يعني ما في حدا يكون عامل عرس كثير صغير ويكون العروس لابسه هيك براس، يعني بده عرس جرانديوز دائما. حلو. وخلينا نقول انه اكيد انت بتلبس كل أكيد. الناس يعني حسب اذواقهم، يعني يمكن اليوم في حدا عامل عرس صغير
انت قادر تلبسها هي العروس بالنهايه. انا قبل ما يعني قبل ما نبلش برسم فستان العرس تبعها نحن بنبلش بقعد معها بسألها وين العرس، كم شخص فيه، شو التمالي حاطتي، شو البادجت يلي متفقين عليه، وعلى حسب هالقصص وحسب جسمها وشكلها وهي كيف عبالها تكون مبينه نهار عرسها، نحن بنبلش نحضر لفستان العرس. حلو. عادة بينبسطوا الستات او الصبايا اللي عم يتزوجوا كمان انه يروحوا كلهم على الديزاين اللي عند ديزاين وحيد، هيك بيقدر يعمل الفساتين قريبين على بعضهم بس ما بيشبهوا بعضهم، بيقدر يكون في نفس اذا بدك روحيه الفساتين. قد ايه هالشيء بيهين شغلك انه تروح الام والعروس وشبينه واختها وانه هيك العائله يعني؟ مزبوط. هلا هو مش بهين، بالعكس بيصعب لانه بدي يكونوا ذات الروح ومخصصهم ببعض، عرفتي؟ وامرار بيكونوا ذات القماشات كمان، يعني بتكون ذات القماشه بس بدها تكون غير موديل وغير لون وغير هيك، وكل وحده جسم، كل وحده بادي تايب. بس منبسط انا لانه بتشوفي، لانه انا اللي عامل فستان العرس وانا بعرف اي شبينه بتلبق لهالفستان، انا بعرف اي معروف شو هيك عم بقول لك انه ايه انه يمكن يعني انا هي بشغله بتبسط لانه بقدر اطلع ارمونيه اذا بدك عروس وكل عائلتها يكونوا كل العائله تابعه لهالفستان العروس. بس كشغل لا، هي شغله اكثر بالتعب يعني. لكن بلش الحجوزات لكل الاشخاص اللي عندهم اعراس او مناسبات سعيده تانية بفصل الصيف، على اي رقم فيهم يحكوك جن؟ فيهم يفوتوا على الويب سايت jeancharleszakaria.com او على انستغرام كمان jeancharleszakaria وكل الديتيلز موجوده هون 100%. جان شارل، خلينا نحكي شوي اذا بدك عن الاشخاص يلي مثلا بيكونوا محتارين خاصه العروس، يعني بتروح مش عارفه شو بدها، بدها فستان واسع، بدها فستان ضيق، عبالها شك، ما عبالها شك، بدها تفوت، يعني بتكون رايحه ضايعه، كيف شو اول ستيب تعملها تتوجه هالعروس؟ اول ستيب انها تقعد مع كونسلتنت، يعني مع حدا خصه بهالدومين، يا يكون فاشن كونسلتنت او ديزاينر او حدا، مش انه تقعد مع امه وخيه وحدا بحبه لانه امي بالمية. سو انا كديزاينر اليوم وقت بكون عندي ميتنج مع عروس، اول شيء بطلع بجسمه، قد ايه طوله، قد ايه خصره رفعه، كيف وجهه، شو لون شعره، شو لون بشرته. هاي اول ستابس نطلع فيها لنشوف شو اي درس بيلبق لها، اذا البرنسس كات او السيران او الاي كات او الكتير كبير. يعني بنشوف اي موديل بيلبق لها حسب البادي تايب تبعها وطوله. بعدين نسألها عن العرس مثل ما قلت لك، وين عامل عرسها، قد ايه البادجت يلي حطته، يعني كل هالقصص يلي هي حضرتهم بنسألها عنه لنشوف قد ايه البادجت، يعني قد ايه فينا يكون فستان عرس جرانديوز، قد ايه فيكون سمبل حسب محل العرس وعدد الاشخاص، وهو قصص كلها بتجتمع ليطلع فستان العرس المناسب لكل عروس. تتدخل بالشعر والميك اب؟ ايه اكيد. حكينا قبل انه انا اي حدا كثير بيكي بهالقصص، يعني حتى اللي بتكون مش عروس، يعني لا جاي تعمل ايفنينج جاون او في ايفنت معين، حتى مع السليبرتيز اللي بشتغل معهم وقتها بيكون في ريد كاربت او حيلا شغله وانا عم بلبسها، كثير بفوت بالشعر وبالميك اب بالاكسسوارز بلون الضفير ايفن. انا بقول لهم انه ما في عروس بتظهر من عندي حتى فرنش، هذا شيء ممنوع يعني. شو لازم تحط؟ يا لون اوبرجين، يا لون لون يكسر شوي القعده انه العروس بتحط فرنش. وهي مثل سيجناتشر اذا بدك انه دائما من عندي. ايه سيجناتشر لانه مش كل الناس بتتقبل كمان. انا اذا بتقول لي مثلا ما تحطي يمكن فرنش بستغرب، او حدا البنات هي مثل شغله بتحطي براسها لانه كله ابيض، ولانه انه العروس نهار عرسها بتحط فرنش او بتحط حمرا نيود. انه هيدي مين قالها يعني، عرفتي؟ لا بالعكس 100%. لكن كل الاشخاص اللي عم يسالوا كيف فيهم يتواصلوا مع جان شارل بفوتوا على الويب سايت jeancharleszakaria.com وبيعرفوا كل التفاصيل. ايمتى النيو كولكشن؟ النيو كولكشن رح تطلع بجون نعمل حلقة اكيد هلا عم تعمل عم بنعمل للفينيساج هلا وبتعرفي بين الزبونات والكولكشن وهيك بصير في شوية هيدا ولنحضر التام واسم الكولكشن والتصوير مفروض تكون خالصة بجون اذا الله راد. وهيك لكل الاشخاص اللي عاملين شيء جديد كمان بيقدروا يكونوا يتوجهوا لعندك بالصيف، مع انه الحجوزات بعرف انه من هلا اوريدي بلشتوا من قبل. كمان شو بتقول نصيحة أخيرة لكل الصبايا اللي عرسهم قرب؟ لكل صبية عرسها قرب ما تخاف من فكرة العرس واللوك تبعها والفستان، لأنه
ما في حدا تجوز وكان حواليه في الناس الصح الا ما بين احلى شيء بعرسه. سو نبشي على الشخص الصح اللي هو رح يقدر تو جايد، يعني تو جايد يو على اللوك على اللوك الانسب لك. واهم شيء ما تسال اللي حواليك الاصحاب اللي انت كل يوم معهم، لان هن معودين عليك بلوك معين ما رح يقدروا يتقبلوا غيره. ظهري شوي من السيركل تبعك واسالي حدا متخصص بهيدي الشغله، واكيد ما رح تكوني غير مبينه بيرفكت بات. حلو. لكن على كل الاشخاص اللي كمان رجعنا مثل ما قلت قبل عندهم مناسبات تانية او الاربانه، عندهم عمادات، عندهم اي شيء وعبالهم هيك شيء كثير حلو وكثير سبيسيال، اكيد بيتواصلوا معك جان شارل زكريا. انا بدي اشكرك. نحن اكيد رح ننطر الكولكشن تنعمل حلقه خاصه عنا، وان شاء الله بلكي بنقدر نكون بالشوتينج معك كمان نشوف اكثر تفاصيل. كلمة أخيرة للمشاهدين. Thank you لألك رنا، وthank you لألكم لأنه عطول معك. إيه. وأنا I can't wait كمان لتنزل الكولكشن ونعمل حلقة أنا وياك. 100%. شكراً لألك جان شارل زكريا. بآخر هالحلقة بدي أشكر محلة هيرز بلو فولا بيوتي لاونج، بدي أشكر اليوم سوزي عقيقة وكاميليا رزق على نيو لوك. وبكرة الله رات حلقة جديدة، ما تنسوا فيسبوك بيج أصدى تي في ويوتيوب شانل. إلى اللقاء.